سؤال من الصحفية تمام أبو صافي جريدة الأيام، سؤال للدكتورة جميلة. معدل الفحوصات اليومية يتراوح بين 10,000 و 11,000 فحص في ذروة انتشار الفيروس كما هو الحال حاليا. يتم تسجيل ما بين 600 إلى 700 إصابة. هل أعداد هذه الفحوصات تمثل أعلى طاقة استيعابية متوفرة لدينا، أم أن هناك تفادي لزيادة الفحوصات كي لا تزيد أعداد الإصابات وتتسع الفجوة ما بين معدلات الإصابة وبين معدلات التعافي؟ شكرا جزيلا على السؤال. بالنسبة إلى استراتيجية الفحص، طبعا احنا وضحناها سابقا، هي تعتمد على ثلاث يمكن مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي يمكن هذا الفحص العشوائي واللي ممكن أي أحد يروحها حسب المناطق، حسب دراسة إن احنا نعرف وين المناطق اللي ممكن تستفيد من الفحص العشوائي. في المخالطين وهذا اللي يتصلوا يكون لهم اتصال ويحددون ويتم لهم ترتيب حق الفحص، وفي اللي عندهم أعراض اللي ممكن يتصلون بأربعة أربعة يعني ويرتبون لهم حق الفحص. هذه الأعداد مع ديناميكية وتغير المرض مع زيادتها نقدر نزيد اللي هو عدد الفحوصات. يمكن لاحظتونا في أيام كان عدد الفحوصات 7,000، لأن في هذه المجموعات كان العدد قليل. مع زيادة عدد الإصابات يتم بنفس الشيء زيادة عدد الفحوصات المطلوبة. بالنسبة للطاقة الاستيعابية، لا، نحن نقدر وإحنا نزيد هذه الطاقة الاستيعابية لزيادتها مع التماشى مع الوصول إلى الحالات في الوقت المبكر لتلقيها العلاج اللازم.